انا جاوني 95 وجاوني جابروني من عمي وحاصوني من عبونها ومشاوبية وجابوني لو السرد فوتوا اسبوع تقريبا 5 ايام. اذا كان بعد صغير ماني حافظ بعد فوتوا بي ومشاوبية شغل البوادي وسرحوني، ومن ذاك الزمن هم مخلصيني بين السرحة وتغذيتي ما زينة، ويعني انحرمت من القراية وانحرمت من والدي وتميتي 2013. أنا في ظروف ذي الحال مكرفص قبال، يعني أنا انحرمت من والدي وانحرمت من حق انحرمت من شغلتي وانحرمت من نحصل شيء وانحرمت من تزويج وانحرمت من ذا كامل. وجيت 2013 في شهر ستة، نهاية شهر 6 2013، ومرقت بطاقتي في شهر 7 رمضان، ولا قطع الوثائق ولا قطع قريت وضري. كان مطالب حقوقي كاملة من حقوقي كاملة من يوم اللي مشيت، تعوض لي ذيك السنين كاملة من